هل الحصار الآن والعقوبات التي سنراها وزيادة الضغوط على إيران ستشبه نوعا ما السيناريو الذي شهدناه مع النظام العراقي السابق؟ هل ترى أنت بأن دول العالم والمجتمع الدولي سيصل إلى هذه النقطة؟ هو المالي والواحد كما يقال، الكتيب الذي تستخدم فيه البروتوكولات الخاصة في الضغوط، في نوع من تفادي الصدام العسكري الكبير. نعم، هو نفسه الذي يستخدم مع النظام السابق في العراق، ولكن ثم تفارق كبيرة. أن العراق في ذلك الحين كان يحظى بنوع من التعاطف بين الدول العربية، والأهم من أنها عربية أنها في الإقليم، في الجوار الإقليمي. الآن الجوار الإقليمي كله يترصد أي فعل صادر عن إيران، لأن إيران ليست لديها علاقات موثوقة حتى مع من تظن أنهم حلفاء. يعني يمكن هذا الكلام يكون صادم إلى حد ما، ولكن هل تعتقد أن أو أي عاقل يعني منصف وموضوعي في تحليله، هل يستطيع أن يقول أن العلاقات القطرية مثلا الإيرانية موثوقة، موثوقية عالية؟ التركية الإيرانية، حتى السورية والروسية الإيرانية؟ قطعا لا، لأن هناك مصالح لدول عميقة في بعض الطبقات من هذه المصالح وفي عمقها تتضارب مع المصالح الإيرانية. مثلا فيما يخص، وهذا مثال أعتقد هو الأكثر توضيحا لهذا الاشتباك الإقليمي بين الشرق الأوسط وأوكرانيا. لاحظ الآن وزير خارجية إسرائيل، الحكومة الجديدة، حكومة نتنياهو، بمحادثاته مع الأوكرانيين لم يتغير موقف إسرائيل من عهد بنت إلى ليبيد إلى نتنياهو، لأن الموقف من الساحة الأوكرانية مرتبط بماذا يجري في إيران وكيف إيران تتعامل مع الساحة الأوكرانية وقضية التحالف مع روسيا في قضية السلاح. الشيء الوحيد الذي تتعاون فيه إسرائيل الآن مع أوكرانيا هو التعاون الاستخباري الخاص بالدرونز والصواريخ. هذا التعاون يا عزيزي ليس فقط إسرائيليا أكيد، والآن يعني هناك الأنظار تتجه لمؤتمر ميونخ والاستحقاقات الدائمة التي تتعلق في هذا المؤتمر والدول المشاركة فيه. يعني قبل قليل استمعت للمؤتمر الصحفي الذي عقده لينسي جرام ووفد من الكونغرس الخاص بالتعامل مع القضية الأوكرانية، ولأجل الصدفة الإيرانية أيضا هناك نوع من التجديد على أن هذه الأسلحة الإيرانية يجب أن لا تصل إلى روسيا، وقطعا يجب أن لا تستخدم في أوكرانيا، لأنها تؤكد على أن الخطر الأساسي هو في هذه التنظيمات الحرس الثوري الإيراني. الآن يتحدثون عن فاغنر، يريدون ويضغطون أمريكيا وبعض الدول الأوروبية حتى لاستخدام بعض العقوبات التي تصنف فاغنر بأنها تنظيم إرهابي على غرار موضوع الحرس الثوري الإيراني. فهذا الاشتباك يا عزيزي والتداخل بين هذه الملفات يشير إلى أنه ليس من الحكمة على الإطلاق البناء على هذه العلاقة المصلحية التي أراها عابرة بين روسيا وإيران.